يلا بسكوت اسوي رامي اح ارسلها هادي قبل لا يتوفى باسبوع ما شاء الله اتصلت فيه حالي برجع بعتذر منها لما اشوفه حياتي ما تخيلت اني ومشان هيك اليوم جمعكم لحتى احاول اصلح الموضوع We're gonna do the road trip? رامي عمل تويت بتقول هاشتاج road trip بدي اعرف شو بدي اقول لمرتي تشم الكذبة على بعد كيلومتر خلينا ناخذ الطريق الاقصى ونروح على طول على بيروت Or we go through the scenic route What's the scenic route? تقتلت ثروة وطنية يا غبي حبكة دلوقتي قررتوا تعملوا رود تريب مع اصدقاء الطفوله على اساس راح تمزح اللي صار في الخمس سنين الماضيه بكل سهوله وكل شيء صار تمام الوضع جنان بجنان يو اوكي دود انا شاديه كان اعز رفيق الي بعدين كده كده مش ده اللي هيرجع هادي يا معلم ايه بس يمكن يرجعنا لنا فجأة كده عايزين نركب معاك العربية ونطلع لغاية بيروت. خذ الطعام الله. بدي اياكم انتوا اعز اصحابي اللي تكونوا معي. We've always been around, bro. It's so beautiful here. تتذكر هذا شو كان يقول؟ It's not the destination. It's the time we spend together on the road. It's alive!